الحكم الذي أغمن عليه في مباراة أثيوبيا وكوت ديفوار. المباراة كانت في كوت ديفوار وأثيوبيا، كان مباراة في تصفيات كأس أمم أفريقية 2021 اللي هتقام بالكاميرون. طبعا هي لسه هي هتقام في 22، بس هي بتسمى 2021 هتقام في الكاميرون. الحكم رياني تشارلز في الدقيقة تقريبا 77 او 78 لم يستطيع اكمال المباراه، اغمى عليه. وطبعا وارد ان يحصل حاجه زي اجهاد، يعني ممكن يكون تعرض لاي ماشي الله يعني. هو فعلا يعني ده فجاه كده زصام، ما حصلش اي حاجه، هو بدون احتكاك بدون اي حاجه الراجل بدا هبوط يعني. الحمد لله انه الراجل يعني تعافى. هو حتى كمان ايه حاول يوصل للخط، صور معانا على الهواء يا كابتن، حاول يوصل لخط التماس. شكرا يا استاذ جمال زغلول، وشكرا لاحمد. حاول يوصل لخط التماس فوصل بالعافيه، وقبل خط التماس وقع على الارض. وطبعا بالتالي كان المفروض ان طبقا للوائح ان يدير المباراه الحكم الرابع. قبل ما نروح للحكم الرابع، الغريب الكارثه اللي عملها الكاف ان الحكم الرابع كان من كوت ديفوار. وبالتالي كوت ديفوار واثيوبيا النتيجه 3-1، لكن طبقا للوائح ما ينفعش ان الحكم الرابع هو اللي يدير المباراه. ما ينفعش ايه؟ انت قلت ما ينفعش ياخد ايه؟ ما ينفعش ياخد قرار. لا ده مش لان بقول لك يبقى مساعد، قلت لي ما هو برضه هيبقى ليك قرار. انا لسه هقول لحضرتك النهارده طبق قبل كده حضرتك كان المساعد الاول بيدير هو اللقاء. بيدير هو اللقاء والرابع بعد كده، بعد التعديلات الاخيره اللي طلعت على القانون، قالوا الحكم الرابع تمام. ولذلك الحكم الرابع لابد ان يكون تصنيفه هو اسهل حكم ساحه. ايوه لازم نقف عند دي، عشان هو رايح عشان جدا. يبقى رابع، هو عشان يبقى رابع. فبالتالي يعني يبقى رابع اقصد بديلا لحكم الساحه. تمام. كان 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 قبل كده في 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 لحد منتصف التسعينات كان الحكم الرابع من الدوله ويمكن عندنا وقع كنت بتكلم معاك فيها قبل الهوا، ان نهائي افريقيا 87 اللي اعتزل فيه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الحالي، كان الكابتن محمد حسام رحمه الله عليه هو الحكم الرابع فيه.